يا جوب مشتاق لك والله. وانا اكثر يا حبيبي. هي انت غبت عننا هون وابدعت بالسعوديه، عملت نقله نوعيه يعني بالدراما. الحمد لله. رشاش شو هيدا، شو هالعمل اللي انا كتبت عنه؟ عمل ولا اروع من هيك. شكرا على الاشياء اللي كتبتها، وشكرا على رسائلك اللي ارسلتها لي يا حبيبي علي. انت صديق عزيز ومبسوط اني رجعت شفتك الان بعد هالفتره الغياب. ايه شخصيتك يعقوب على فكرة عندك تقدر تتقمص، يعني ما تخيلتك تطلع برشاش على الشخصية، وقديش قديش انت كثير هيك يعني، بس ما شاء الله عنك عن جد ابدعت، تستاهل الجائزة اللي انا انبسطت لك. مبروك على التكريم اللي تكرمته بجدة بالرياض بجوي اوورد. بتستاهل يعقوب، وعملت طبعا بعد عدة اعمال. شو الاشتغالات الجديدة اللي هلا حاليا؟ كثير قاعد اركز على الفيلم الصراحة الفترة هذه الجاية. في اكثر من مشروع في السعودية الحمد لله، احنا عندنا فورة اعمال وفورة مشاريع الفترة هذه، واحنا محظوظين، احنا جيل محظوظ الحمد لله انه احنا موجودين في هذه الفترة. بس انه الباشن حقي كان من زمان افلام، فحاب كذا انه اوجه كثير طاقتي يعني وحبي واشياء يعني ومشاعري للسينما اكثر الفتره الجايه، سواء في الافلام القصيره او في الافلام الطويله، لان في كثير فنانين سعوديين مخرجين وكتاب الان قاعدين يطلعوا باعمال وافكار صراحه مهمه على مستوى النص والافكار. وكثير حاب اركز على المنطقه هذه اكثر يعني من الدراما. مو معناته انا راح اوقف مثلا دراما، لانه في عمل ان شاء الله كذلك يعني، بعد ما في تفاصيل كثير، بس في مشروع عمل مسلسل قصير ان شاء الله كمان يعني ممكن بعد رمضان يبدا تصويره، بس بعد يعني ما في اي تفاصيل كثير عنه. بس تقدر تقول ما بين الدراما القصيره وما بين الافلام الفتره الجايه اكثر يعني اشوف نفسي ان شاء الله. هل حتمثل بغير لهجه؟ ممكن نشوفك يعقوب بتمثل بغير اللهجه السعوديه؟ اذا في فكره انا مو ضد يعني، بالعكس اذا في مشروع وعجبني انا وحسيت انه إن انا قادر اسوي فيه شيء بكون سعيد صراحه انا اقدمه يعني. هي لهجه اكثر شيء بتتقنها غير السعوديه؟ لبنان المصري. ما اقول لك انه انا اتقن شيء كذا محدد. بدك الدغري تفوت الدغري بتتعلم ما شاء الله يعني. بالضبط، اذا الدور بده اكيد فينا نتعلم، سواء مصري او عربي، يكون مثلا مصري او سوري او لبناني يعني، اكيد اذا في دور في عندي وقت ان انا اخذ وقتي اشتغل عليه ما في شيء صعب يعني، كل شيء مقدور عليه. انت لوك اللي عامله انت لدور معين ولا انت لوكك يعني؟ في شيء منه دور، في شيء منه طبيعي. رشاش قديش بيشبهك؟ رشاش يعني بشوف يعني في الاخير اي ممثل جانب الايجابي هو، هي الفكره اي ممثل في اي دور يسويه هو يحط شيء من نفسه فيه يعني، ما في شيء كذا. ما بعرف انا يعني، بس ما احس الموضوع يجي كذا اختراع يعني، فهو في شيء يعني، في شيء الواحد بيحطه من ذاته دائما في 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 كل دور يسويه. فاكيد في اشياء في الشخصيه. كان بدها مقابله هي بعد رشاش هلا، لانه كانت بوقتها استنزفوك بالمقابلات لانه حكيت كثير وصار شوي قديم. مبروك التكريم اليوم بالمركز دول. الحمد لله، سعيد كثير يعني، تعني لي الجائزه ويعني لي الترشيح صراحه اليوم بهذا الحفل الاستثنائي الموجود في دبي. انا بتابع موركس دور من زمان يعني، واعرف قديش الجائزه مهمه، وان يعني فكره الترشيح بحد ذاتها اشوفها يعني بتسعدني. مو كثير قاعد افكر بالجائزه، دائما اقول الفوز والخساره ما هم يعني في هذه المرحله ما يفرق كثير يعني، فكره التواجد او ان الواحد يكون مرشح وموجود وفي هذا التقدير تكفي يعني. ما بتمنى لك كل التوفيق يعقوب، وان شاء الله يا رب دائما متعلق. الله يخليك في وجودك يا حبيبي، وجود الناس اللي مثلك. حبك كثير علي، وشكرا على كل شيء تعمله يعني.